أعلنت وزارة النقل استئناف الرحلات المباشرة بين دمشق وكل من دبي والشارقة في دولة الإمارات بدءا من 20 من الشهر الجاري. هذا وأعلنت الخطوط الجوية السورية أن أولى الرحلات ستكون باتجاه مطار الشارقة الدولي، وأضافت أنه من المقرر أن تسير سوريا للطيران 3 رحلات أسبوعيا إلى الشارقة و4 رحلات أسبوعيا باتجاه دبي. وكانت أول رحلات الخطوط الجوية السورية عبرت إلى القاهرة مطلع تشرين الأول أكتوبر العام الماضي بعد توقفها لأشهر بسبب جائحة كورونا. يذكر أن الإمارات إلى جانب العراق وعمان كانت من أوائل الدول العربية التي أعلنت استئناف رحلاتها إلى سوريا وعبر أجوائها بعد قطيعة استمرت نحو 10 سنوات.